من الحاجات المهمة اللي أنا لاحظتها هنا موضوع المساواة. هما بيطالبوا كتير بالمساواة ما بين الراجل والبنت، الراجل والست أقصد. في مصر بيطالبوا بالمساواة، عايزين، بس في بعض الأحيان هم عايزين المساواة الما يعني، اللي هي النص نص. هنا لما جيت فعلا حسيت باستقلالية المرأة، ما كنتش ما حسيتهاش في مصر أبدا، بس حسيت هنا فعلا، هنا المرأة مستقلة. مفيش حاجة اسمها هنا عربيات السيدات، هنا البنت بتخش في المترو زيها زي الراجل في عز الزحمة، وشها بيلبس في باب الإزاز. حقيقي شفت المنظر ده بعيني، عادي جدا زيها زي أي راجل بيحصل له الكلام دوت في القاهرة. مفيش حاجة اسمها إن أنا عشان دي بنت أقوم لها وأقعدها، مفيش حاجة اسمها كده. انا بقوم عشان حد تعبان، بقوم عشان حد كبير، بقوم علشان واحد شايل، واحد حامل، لازم بيكون في سبب، مش ان هي بنت. وده بيحصل للراجل وللست، راجل تعبان، ست تعبانه، هيقوموا لهم. هم في الحاجات دي محترمين جدا على فكره، شفت يعني كذا كذا حد. وده بيمشي على الراجل ويمشي على الست، يعني ممكن الست هي اللي تكون قايمه تقوم للراجل الكبير. فهو ده الفرق. فبلاش المياه يعني امسك العصايه من النص، بلاش جو النص، يعني يا يمين يا شمال، عايزين مساواة أو مش عايزين مساواة، أنا ما عنديش مشكلة في الاتنين. شوفوا أنتوا عايزين إيه بس، وعرفونا أنتوا عايزين إيه، لو في أي حاجة عايزينها كونتاكت.